صحيح. عايز اقول لك حاجه، ان البطوله العربيه الوحيده اللي مصر حصلت عليها كانت 1992، كنت انا موجود فيها. يعني انا رغم قله لعبي مع المنتخب، انا لعبت دوره اولمبيه في برشلونه مع منتخب مصر الاولمبي، وكنت نجم الفرقه الحمد لله رب العالمين. وعلى اساسه كابتن جاري ضمني لمنتخب مصر الكبير في البطوله العربيه، ولعبت اساسي في اول ماتش امام المنتخب الاردني وحصلنا على البطوله. ثم سافرت مع منتخب مصر لبطولة الإمارات الدولية، حصلنا على البطولة وكنت صانع هدف التتويج بالبطولة للكابتن حسام حسن. ثم سافرت 1994 لكأس الأمم الأفريقية مع الكابتن طه إسماعيل، ولكن لم أشارك في هذه البطولة. وبعدها الكابتن طه إسماعيل اعتذر لي وقال لي أنا آسف، أنا كنت المفروض أن أنا ألعبك في هذه البطولة. جه راوتر دخلني المنتخب، وبعد كده هرب راوتر بعديها بسبب خوفه من الإرهاب في ذاك الوقت يعني. وابتديت أهتم بقى بالزمالك اكتر من اهتمامي بالمنتخب، والسن جري وما لعبتش كتير يعني، رغم ان انا طول عمري منتخبات، انا منتخب مصر الناشئين وجبت جوان مع منتخب مصر الناشئين امام مالي، جبت مع المنتخب الاولمبي ولعبت منتخب، يعني طول عمري منتخبات، لكن للاسف ما كملتش كتير. ولو رجع بيا الزمن الوضع كان هيتغير تماما يعني. كنت محترف، كنت عملت خلافات مع كرول وسافرت احترفت في الكويت، في قزمة الكويتي. وكابتن جوري قال لي انا بتابعك وان شاء الله تبقى متواجد وكده، وتم ما كانش فيه اهتمام ساعتها بالدوري الكويتي يعني. انا كنت بعيد عن الدوري المصري اكيد يعني. بص، اي حد هيقعد يقول لك وانت بتقول له الكلمه دي، اكيد الواحد ما بيكبر بيشوف ان هو في بعض الاحيان اتعرض لظلم، وفي بعض الاحيان كان هو الظالم يعني، كان هو اللي كان مخطئ في حق نفسه يعني. ما كنتش اهتمامي بالكوره قوي يعني، وكنت اتمنى ان احد من اولادي يعني يطلع بنفس الموهبه عشان ابتدي ارسم له طريقه اللي انا ما كنتش شايفه وانا صغير. مظلوم، لان انت لما بتيجي توقف لاعب او توقف اي حد يخرج عن النص بيكون بناء على انه مثلا تلفظ في حق الحكم، راح شتم الحكم، اعتدى على الحكم، زق الحكم، شتم زميله، ضرب زميله بالبنيه، يعني راح توجه لشخص سواء لاعب او جهاز او مدير فني. لكن في ذاك الوقت كنت بكلم نفسي، وكان المايك تحتية يعني، المايك بتاع تعرف كان بيحطوا مايكات كده على التراك بتاع الملعب، فالمايك تحتية، فانا بتكلم مع نفسي ومخنوق وهنخسر الدوري، صوتي طلع في المايك. فالمخرجة وفاء فاضل راحت جايبه الصوره عليا، فمصر كلها طلعت انا بشتم وقليل ادب وكده. ولكن على ارض الواقع انا كنت متنرفز يعني، وطبيعي ومنطقي اي حد يتنرفز مع نفسه، ممكن يشتم مع نفسه يعني، اي حد، مفيش حد في العالم عملهاش يعني.